إعلام النظام فكر وقال شو يعني صعب نعمل قصة بيكون بطلها طفل؟ شو محمد الدرة أحسن؟ فإجا بباله كون عم يهجر أهالي الغوطة وقسم منهم مضطرين يفوتوا على مناطق سيطرته، ليش ما نستغل الموضوع ومنجيب طفلة على أساس إنها كانت مختطفة ومنطلعها ومنعمل قصة بتبكي العالم؟ جودي طفلة صغيرة بريئة عملوها إنه انخطفت من لما كان عمرها 8 شهور، بس أعكن هذا الشيء ما نساها أبداً حب الوطن والقائد. مبدئياً خلينا نشوف. رغم القهر والظلم الذي مارسته المجموعات الإرهابية على من اختطفتهم، الطفلة المحررة جودي تربت على حب الوطن ولم يثني أمها وعائلتها عذاب الأسر وظلم الإرهابيين، فغرس في قلبها حب سوريا وعالمها وجيشها وقائدها. باسمة محمد عبد الله. انت مين خطفتي فيه؟ انخطفت انا وامي وبنتي من بيتنا، اخذونا وابي واخي اخواتي اثنين كمان اخذوهم من البيت. من لحظه اللي انخطفنا ما بعرف عنهم شيء لحد هلا. بنتي الحمد لله بفضل الجيش العربي السوري وفضل قياده الرئيس الحمد لله. ليش كان عمرها صغير لما كان عمرها 8 شهور لما انخطفت. ما راعوا الطفوله ولا راعوا الانسانيه ولا راعوا اي شيء. خطفوها وهي لسه رضيعه عمرها 8 شهور. والحمد لله. رح احاول احكي مع مرحبا يا عمو. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ جودي. جودي؟ جودي واسمها سعد بنت الشهيد بنت لباسمة. انت بنت الشهيد؟ ايه. ابوها شهيد. مبسوطة يا جودي؟ ايه. انك طلعتي لهون؟ ايه. شو بدك تقولي على الكاميرا؟ قولي لي الكاميرا. أول شيء تحية السيد زين، لأن طلعنا الحرية وطلع أمي وبدي طالع جدي وخالي، لأنه حرر سوريا وسوريا الله حامية. انتبهوا لي كيف هي عم تحكي جودي بعفوية واللي شايلها أبداً ما عم يلقنها، حتى عم يجاوب على أسئلة المراسل من قبلها. في حدا ورا جودي عم يقول ويردد شي ببكي. لك هذا عارف الطويل، يمكن ما انتبهتوا؟ رح عدلكم شوي من الفيديو. جودي؟ ايه. انك طلعتي لهون؟ ايه. شو بدك تقولي على الكاميرا؟ قولي لي الكاميرا. شي بكي. والله شي بكي. تحية السيد زين، لأن طلعنا الحرية وطلع أمي وبدي طالع جدي وخالي، لأنه حرر سوريا وسوريا الله حامية. اللي شفتوه هو بالتلفزيون الرسمي، أما اللي رح تشوفوه هلأ بقناة تانية هي الإخبارية السورية، واللي معها مو أمها، ستة، وقال إنه على أساس أمها مخطوفة. وبتعرفوا الجماعات الإرهابية بتفرج عن الناس بالتقسيط. تفرجوا معي. وجه تحية السيد رئيس إنه طالعني على الحرية وبدي طلع ماما. كمان جيتي معا؟ جيتي معا مختطفين؟ ايه. تفضلي كم سنة إليك وقلت؟ إنا 4 سنين عانينا كتير الجوع والبرد، البرد نخر عظامنا، يعني ما كتير وجعنا كتير. ووجه تحية للسيد الرئيس. لك بدكم تكذبوا الكذبة وحدوها على الأقل، بس عبس الغبي بيضلوا غبي.